أحسن الله إليكم سماحة الوالد، وهذا سؤال ورد من فرنسا يقول: نعلم أن أبا البشر هو آدم، فمن هو أبو الملائكة وأبو الجن؟ وأي المؤمنين أفضل، مؤمن الإنس أم مؤمن الجن؟ أبو الملائكة ما أدري عنه، من قال إن الملائكة لهم أب؟ ما هذا الشيء ما ورد لا في القرآن ولا في السنة، ولا تسأل عن هذا، هذا من التكلف الذي ما أنزل الله به من سلطان. أما أبو الجن فهو إبليس، وأبو الإنس هو آدم عليه السلام. مش بقية السؤال؟ يقول أحسن الله إليكم: وأي المؤمنين أفضل، مؤمن الإنس أم مؤمن الجن؟ الله أعلم، الله أعلم. نعم، أحسن الله إليكم سماحة الوالد. تقول السائلة: إنما الخلاف في المؤمن من الإنس، أيها أفضل هو الملائكة، هذا اللي فيه الخلاف. أما المفاضلة بين مؤمن الجن ومؤمن الإنس فلا أدري. نعم.